تعرفي ده من مدة. طيب مش مقتنعة ولا ايه؟ لا مقتنعة، بس كده دخل اللعبة. قولي ده لقطة، ده محكوم عليه بالإعدام في بلده، ولو عرفت السلطات المصرية انه موجود هنا هتسلمه للسلطات السعودية، يعني ميت هيموت علشاني انا، بدل ما يقبض عليه واحد ظابط وياخد نجمة ولا مكافأة، استغله في عملية تفيدني انا، تجيب لي ارنبين ولا ارنب ولا ايه يا لوز؟ منك يا ميسيه. الو ايوه يا احمد، صباح الخير. صباح النور. ايه مشيت لوحدك امبارح ليه من غير ما تاخدني معاك؟ لا ابدا، شويه تعبان. تعبان ولا زعلان؟ احمد ما بتردش ليه؟ ليك حق تزعل، بس انا ماليش ذنب في كل اللي حصل امبارح صدقني. اسمع، مش هينفع الكلام في تليفون، قابلني في اللوبي. حاضر، اديني فرصة اغير هدومي. ربع ساعة كويس؟ جدا. استغفر الله العظيم. انا حاسة اني في سجن من يوم ما رجعت من المطار وانا رايحة اجن. يرضيكم اتجنن؟ يا ناس حرام عليكم، خرجوني خلوني اسافر. يا بنتي هو حد منع سفرك من طرفنا؟ لا، بس لازم تساعدوني. ونساعدك في ايه؟ انت تخرج معايا يا عمي، تقول لهم انت ولي امري بعد جوزي، انت ابوه. يا بنتي انا عارف الكلام هذا مرفوض، ولا كان رحت معاكي؟ انت ليه رافض تساعدني؟ ما انت حاسس بيا يا عمي وباللي انا فيه. والله عاذرك يا بنتي، لكن سفرك هذا شخصيا انا ماني مقتنع به. انا مقتنعه ولازم اسافر عشان اريح اعصابي. روح معاها يا حسن وخليها تشوف بنفسها يردوها ولا لا. حاضر يا ستي، اروح معاكي، لكن شوفي يا بنتي يا نوره، لو رجعوكي في الجوازات لا تجيبي سيره السفر تاني على لسانك. موافقه، بس يلا قوم، انا حجزت على طائرة اليوم بالتليفون كمان. يلا يا عمي الله يخليك، قبل الوقت ما يروح عشان اقدر اشوف امي واخويا قبل ما اسافر. حاضر يا بنتي، البس واجي معاك. نفذنا الاوامر وسهلنا سفر السيدة حرم الدكتور أحمد حسن عبد الله إلى القاهرة على رحلة 301. أي أوامر طال عمرك؟ بنتي موتوها والتانية يفسحوها. يفسحوها إيه يا أمي؟ أعصابها تعبانة وراحت ترتاح شوية. وراحت فين؟ تغير هوا. وأنت صدقت الكلام هذا؟ هو أرسل لها تروح له مع ولدها علشان يشوف ولده. ما أعتقد يا أمي. وانت إيش عرفك؟ الدكتور أحمد لو كان بيتصل بأحد كان أول واحد يتصل بي. إذن يبغى لهم يراقبوك أنت ما يراقبوا أهله. بقول لك أنا موافقة. على إيه؟ على طلبك. إيش هو طلبك؟ أنت نسيت ولا إيه؟ والله ما أنا فاكر، فكريني. أنت مش طلبت مني إننا نتجوز؟ لو أنت كل واحدة تقابلها بتطلب منها الجواز. معقولة؟ أمال نسيت إزاي إنك طلبت مني الجواز؟ ده طلب يتنسي؟ والله اللي شفته امبارح من الشنطة وبنيوتي ومزراحي ينسي الواحد أهله. قول لي بقى إنك رجعت في كلامك. لا أبدا، بس إحنا مش اتفقنا الأول للم القرشين الدولارات وبعدها ناخد الطيارة ونسافر ونتجوز برا؟ خلاص، نلم القرشين الأول وبعدها ناخد الطيارة ونسافر. أنا
فين الاقي احسن منك يا لوسي؟ تاكيدا لكلامي انا النهارده عازمك على الغدا بفلوسي من عرق جبيني. وصلت يا فندم واحنا بنتابعها. هذه الخطه اللي وضعتها الاداره ولازم تتسلم للاداره المصريه للتنسيق بين الخطتين. المهمه سريه جدا، الظرف الاوضاع كارثه. اطمئن طال عمرك، تذاكر جاهزه ومندوب من الإدارة المصرية في انتظارك في المطار. إلزمك حاجة؟ كل شيء تمام يا فندم. في أمر بتكليفك لاستلام مجرم هارب اسمه أحمد حسن عبد الله من الشرطة المصرية. سامي، أنا بكلمك، سرحت ليه؟ لا يا فندم، ما سرحت ولا شيء، بس بفكر في اللي أمرتني بيه. من أي ناحية؟ ايش بك ما بترد؟ لا يا فندم، لو تعفيني من المهمة هذه. ليه؟ لأنه الهارب أخوي. أخوك؟ شقيق عمري يا فندم، من أيام ونحن صغار مع بعض، الصداقة اللي بيننا كبيرة جدا جدا يا فندم. بس هذا المبرر مفصل حق، وكمان بيخليني أتمسك فيك أكثر يا فندم. ليه تحطني في الموقف الصعب هذا؟ الأسباب كثيرة يا سامي. أولاً، شكله ما هو معروف لدى ضباط الشرطة إلا عن طريق الصور. أما بالنسبة لك فهو صاحبك، وحتتأكد السلطات المصرية من معرفتك له إنه هو الشخص المطلوب، وهذا أمر بالتكليف. حاضر طال عمرك. ايوه يا ست، دي قهوة انتصار؟ ايوه. فين هي؟ ما هي قدامك اهي. ما اقصد القهوة، اقصد صاحبتها الست انتصار. الست انتصار اتجوزت مسعد اولت امبارح وبيقضوا الهوني موني. نعم؟ الهوني موني شهر العسل عقبال عملتك. ما تعرف طريق بيتها؟ بقول لك بيقضوا الهوني موني، صاحب العقل يميز بقى. طيب. ممكن تدلني على طريق اوتيل؟ اطلع بيها على ايتاب يا اسطى. فين ايتاب ده؟ هتدخل يمين وبعدين شمال وبعدين هتكسر يمين. اطلع معانا دلنا وبعدين نوصلك. تشكر يا سيد. أبو السماسم. أبو الصلح. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تفضل. جاي أجازة ولا؟ لا يا سيدي ولا. مكتوب على ضباط الشرطة قلة الراحة، بس جميلة والله يا سيدي. من أولها يا صلاح، مش تضيفني الأول. لو أنت غريب أطلب المكتب مكتبك، وما تنساش تطلب لي معاك. لا يا سيدي، ما راح أطلب ولا حاجة. المرة هذه أبغاك تعزيني على الغداء علشان الحساب يتقل. حساب إيه يا راجل؟ أنت ضيفنا. قولي إيه الأخبار؟ الحمد لله.
انت كيف صحتك والاولاد والمدام؟ الله يبالي زيادة عن اسبوع ما شفتهم. كان الله في العون. صلاح، ابغى منك خدمة. أؤمر. في خدمة بسيطة من المباحث الجنائية عايزك تعملها لي. غالي وطلب رخيص. في شخص هارب وكلفوني بالقبض عليه بالإضافة للمهمة اللي أنا جاي من أجلها. اسمه إيه؟ أحمد. أحمد حسن عبد الله؟ أنت تعرفه؟ أيوه. طيب عال، هذا يسهل المهمة. بعد انتهاء الاجتماع إن شاء الله نكمل إجراءات استلام. لا لا يا ابو السماسم، اهو ده بقى اللي مش ممكن ابدا. ليه يا صلاح؟ معايا تكليف رسمي. انا كمان ما بهزرش، ما اقدرش اسلمه لك. الله، طيب ليه يا صلاح؟ لسبب بسيط قوي، انه بيشتغل معانا. ايه، عينتوه عندكم؟ لا، ده مرشد ودخلناه في عمليه كده. عمليه ايه وروايه ايه يا صلاح؟ عملية الاستاكوزا. ها، ايه؟ جندناه. جندتوه ولا جننتوه؟ جندناه مش جنناه، انت اللي هتجنني. ما لقيت الا احمد. ظروفه جت كده. جه بلغ عن العصابة، قلت له خليك معاهم زي ما انت. سمع الكلام. الظاهر انه راجل كويس ومحترم. جدا. تصدق انا بتهيل انه بريء. وانا متاكد انه بريء. الله، انت تعرفه؟ عز المعرفه، احمد من اعز اصدقائي. طب وليه ما ساعدتوش على اظهار براءته؟ ما هو بهروبه ما خلى احد يصدق انه بريء ولا احد يقدر يساعده. طيب يا فتحي، متخوف من سفر العجيد سامي ليه؟ لانه سافر للقاهره بعد سفر نوره. وفيها ايه يا ولدي؟ فيها ان نورة اصرت اصرار غير عادي للسفر للقاهرة. بالتأكيد عرفت انه احمد هناك، وسفر سامي للقاهرة وتسهيل الجوازات لسفرها يخليني اشك انهم هيخلوا نورة الطعم اللي يمسكوا بيه احمد. يا مصيبتي، ولما صار تحت يدكم وتحت قبضتكم فين وما جبتوه؟ نعم، انا والله كنت رايحة افقد الامل. لا يا ابني اعذرني، انا واثقه فيكم، بس سامحني، انا ام وقلبي محروق. اطمئني ان شاء الله. نعم، لا لا لا، ما في شيء. مع السلامه. راح الكثير وبقي القليل. على ايه يا امي؟ على مسكتهم للهارب اللي قتل بنتي. يوم ما يجيبوك يا احمد حكون اول واحده في استقبالك انا. يا امي حرام عليكي، حرام. وهو لما قتل بنتي ما هو حرام؟ ما تتكلم يا ولدي. يا ترى انت فين يا احمد؟ الدنيا كلها ما لها طعم، انت غايب عني. سافرت من جدة عشانك للقاهرة، لما عرفت انك فيها قلت اتنفس الهواء اللي بتتنفسه او اشرب من الموية اللي بتشرب منها، وجيت هنا زي ما قالت لي انتصار. لا لقيتك ولا لقيت انتصار. متى يتلم الشمل يا حبيبي؟ متى؟ متى يا احمد؟ متى؟ انتصار نصورة. ايه يا حبيبي؟ بقول لك ايه؟ سيبك. قول انت دي. لا يا اخوانا جماعه، انا نايبك. قول انت. قول، ما تتسفش ايد امال. يو يا راجل قول، انت شقيان وتعبان. ده مين الرز اللي بيخبط في ساعه زي دي؟ انا عارفه يا اخويا مين اللي هيجي. قوم شوف مين. لا بقول لك ايه،
سيبيه يخبط لحد ما يزهق وبعدين يتكل على الله. لا ما يصحش يا مسعد، لا يقف على الباب كتير يا اخويا. قوم شوف مين. طيب طيب نعم اخويا. مساء الخير يا مسعد. يسعد مساك. في ايه؟ هي ست انتصار في ايه؟ يا ست انتصار يا جدع عايزها في ايه؟ قول. عايزها في حاجه مهمه يا ست انتصار. يا جدع ما تقول لي عايزها في ايه يا لخش. عايز اقول لها ان في واحده ست سعوديه جت سالت عليها، قامت لقت القهوه قافله، قامت سالتني قلت لها انها في الهوني موني. واخد بالك انت؟ هي فين بقى ست انتصار؟ في الهوني موني يا اخويا. ليه؟ علشان اقول لها ان الست دي نزلت في القنده ايتاب. يا جدع غور بقى، غور غور يا اخ غور. عارف الست دي مين يا مسعد؟ مين يعني؟ دي نوره مرات الدكتور احمد. احمد يا ترى هو فين دلوقتي؟ يا اخويا مش مهم هو فين، المهم الست اللي جايه من اخر الدنيا ومش حاططه روحها هي وابنها عشان تشوف راجلها ناويني الشاي. على فين؟ اروح اشوف الست دي عامله ايه في غربتها لوحدها. ابو العشاء. يوه خليه لما ارجع. العشاء هيبرد. ابقى سخانه. جدة جت. الو ست انتصار، انت فين؟ انا نازله حالا. بس كيف رح اعرفك يا ست انتصار؟ وهو كذلك، انتظريني جنب الاستقبال، انا نازلت لك دحين. ده اللي حصل، دورنا عليه انا وسي مسعد في كل الاسماعيليه، تقولي فص ملح وداب. يا ترى راح فين؟ علمي علمك، دي مصر كبيره قوي. مكتوب علينا الضياع. ما تقوليش كده يا ست نوره، ربنا يقرب البعيد ويلم شملكم ويتربى حسن في وسيكم. متى بس يا ست انتصار؟ متى؟ شوفي انا من بدري هنزل سي مسعد يسال عليه في موقف العربيات وسواقين النقل. ولو سمعنا ايتها خبر عن الدكتور احمد هبلغك انا او سي مسعد. ده انا اكيد، دي مكالمه جدا. عن اذنك. ايوه يا اكسلانس، في واحدة من السعودية ومعها طفل. لقيت انتصار رايحة لها وانا رايح اكلفها بعملية جديدة. عرفت اسمها ايه؟ ودي تفوتني يا اكسلانس، اسمها نورة سالم عبد العليم. دي مرات احمد. دي مالها امال انتصار؟ وايه اللي جابها؟ مش عارفة. الو الو، خط نطع. لا انا معاك معاك. ما قلتش يا اكسلانس اكلفها بالعمليه ولا لا؟ لا 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 لا، بس خلي عين رجالتك واسعه قوي المره دي. هتقول الست دي ليه؟ مش مرات احمد؟ ايوه. واحمد ده راجلنا وبيخدمنا، يبقى لازم نكرمه ولا ايه يا لوسي؟ نفذي اللي انا قلت لك عليه. الو مين؟ انا مسعد. اهلا يا اخ مسعد، فين انتصار؟ اسمعيني كويس،
احمد عايز يشوفك. فين ومتى يا ست نورة؟ اسمعيني كويس، البوليس المصري مراقبك من ساعة دخولك. عارفة، وهو قاعد تحت. ومش معقول هنعرفهم طريق احمد، عن طريقك. طيب اسوي ايه؟ اسمعي اللي بقولك عليه ولازم تنفذيه بالحرف الواحد. في واحد اسمه مسعد بيسأل على حضرتك. أنا نازل دحين. فين الأخ اللي اسمه مسعد؟ الست نورة؟ أنا مسعد. الحمد لله على سلامتك. اتفضلي يا فندم. الحساب لو سمحت. الدكتور دفع الحساب. اتفضل. يا ريت جيت معاك انتصار، كان شفتها وسلمت عليها وشكرتها. مرة تانية إن شاء الله. الدكتور أحمد قصده منتظرك على نار. اتفضل. طيب سافر. أقول لك، ما قلت لي ما عرفت الرجل الكبير حتى الآن؟ لا طال عمرك، وكل ما أسألهم يقولوا لي رايح تقابله معنا لما تسافر. مسافرين فين؟ ما أدري، قالوا لي رايحين يعطيك التذكرة والجواز في المطار. طيب جاريهم ألين تاخد التذكرة والجواز وإحنا نعطلهم شوية وتسافر أنت وتقابل عميلهم وتتعرف عليه وإحنا نتصرف هنا.
هذا جواز خالد طالع في مهمة. مظبوط. خذ هذا الجواز اديه لصاحبه. أما التانيين أحجزوهم ما يسافروا ولا يرجع البلد ولا يتصلوا في التليفون إلين أصدر رقم أمر أخرى. أمرك لو سمحت في حاجة. لا هذا مجرد إجراء. جواز الأخ خالد تفضل. وأنتوا تفضلوا معانا. طلع دسيسة علينا يا حامد، يعني لسه بيشتغل مع الشرطة. أنا حذرتك منه من البداية. أنا أتأكدت لما العسكري قال له يا خالد. لكن بس هو عرف اسمه الحقيقي كيف؟ مع إنه جواز سفره المزور مكتوب اسمه فيه طارق عبد السلام. طيب كان ألقوا القبض عليه، مو هو مطلوب. المهم إنه الشنطة اللي فيها العلامة معاه، واكيد راحين يرسلوا له واحد على مطار القاهره يستقبله ويوصله للراس الكبيره. والله غلطه كبيره غلطتها يا خلي، وراح تكلفك حياتك. المهم الولد رايح يسافر، واحنا اكيد راح يمنعونا من السفر. وجايز يلقوا القبض علينا. يا اخي يلقوا القبض علينا ايه؟ واحنا سوينا ايه؟ ولا ايش عندهم دليل علينا عشان يلقوا القبض علينا؟ طيب وحاجزيننا ليه؟ حاجزيننا علشان لا نتصل بالراس الكبيره ونحذره من خالد. ودحين اثبت لك الكلام ده. ممكن اتكلم بالتليفون لو سمحت؟ ممنوع. ممكن ادخل دورة المياه؟ تفضل. والله سويتها يا خالد، سويتها. عارف الخاين يا خالد جزاته ايه؟ اقول لك جزاته ايه؟ على خليل وحامد. ما بقاش عنا رجال في جدة تستلم البضاعة. نتصرف كيف؟ ما تشغلش نفسك، أنا هتصرف. شلوم، اطلبي لي أبرص. ألو ألو ألو، أبرس على الخط يا فندم، مركز العلاج الطبيعي. ديفيد، هلو ديفيد. عملية الفندق العلاجي شغالة؟ أوكي أنا هنفذها بنفسي. باي باي. احجزي لي تذكرتين مفتوحين لأبرس. وعايز أحمد. تحب أروح أجيبه دلوقتي يا إكسلانس؟ لا، يجيني الصبح على البيت. تحت أمرك يا إكسلانس. وصل يا فندم. خليه يدخل. صباح الخير يا إكسلانس. أهلا 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 يا دكتور، اتفضل. عصير ليمون ولا عصير مانجا؟ يا ريت سندويش، انتوا ندرتوني كده من الصبح من غير فطار. دلوقتي نفطر سوا، بس المهم أنا عايزك في مهمة. وأنا في الخدمة يا إكسلانس. اخذ شنطه من الفندق واجيبها هنا ولا اخذ شنطه من هنا اوديها الفندق؟ لا
انت هتاخدها من هنا توديها شرم الشيخ، كويس؟ هايل. فين البضاعة؟ خلينا نخلص الشغل. طول بالك. لا انا كده حامي في الشغل. استنى اما تسمع الجزء الباقي الاول. هو في باقي تاني؟ طبعا. شيء جميل جدا. معنى كده ان المشوار رايح يصير دبل. لا يمني يا اخويا على الشغل، لا يمني. هتاخد البضاعة من شرم الشيخ وتاخد مركب تطلع بيها على جدة. ايه؟ بتقول ايه؟ لسه ما كملتش. مش هتلحق تكمل، انت مجنون؟ انا هروح جدة؟ مفيش حد غيرك هيعملها. لا يمكن. انا اروح جدة؟ انا مطلوب هناك وصعبتها اكتر لما هربت، ودي اكبر غلطة في حياتي. يا سيدي مفيش اي نوع من انواع الخطورة. ما تخافش على رقبتك. ما خاف كيف؟ بقول لك انا مطلوب هناك. مش هيلحقوا يمسكوك. المساله محسوبه زي الساعه بالظبط. من كل دوريه ودوريه فرق 6 دقايق. تحط البضاعه على الشط وتاخد المركب وترجع. بس خلاص. شفت سهل ازاي؟ ولو برضو ما رايح اعملها. أنا ما سألتش هتعملها ولا لأ؟ كلام اللي بقوله أوامر ويتنفذ. ولو ما عملتها رايح تعمل إيه؟ هبلغ عنك البوليس. بلغ. هي موتة ولا أكتر؟ ياه، ده أنت مستبيع قوي. خلاص أنا زهقت. مش معقول أفضل هارب طول عمري. اتفضل بلغ البوليس ولا انا ابلغ؟ لا لا لا، خلى عنك، خلى عنك. بص كده يا شاطر. ايه ده؟ جبتها منين؟ اتكلم بلطك، هما فين؟ بالهداوة، بالهداوة، كل شيء بالهداوة. كويس. تسيبي بيتك وتسافري وتيجي يا نور؟ كل اللي صار لي في كفة، وعذابك وعذاب ولدي في كفة. مين اللي خرجك بدون إذن؟ ما كان عارف إنه غلط خروجك من غير راجل معاكي. لو كان على رقبتي ما كان همني، لكن نورة والصغير في يدهم شيء ما أقدر عليه. أدخل. العشاء يا باشا. أنا ما طلبت عشاء. الروم سيرفيس مديني الأوردر برقم الحجرة.
هذه هي النتيجة. خروجها من غير محرم وبدون إذن زوجها عرضها لهذا كله. مش هي دي المشكلة دلوقتي يا سامي؟ عارف يا صلاح عارف. هناك الملازم خالد حاولوا يقتلوه، ونورة والصغير تحت إيدهم، وأحمد مضطر يجاريهم. نورة والصغير حياتهم في خطر. المهم أحمد متماسك؟ بيحاول يا فندم، إنما الصدمة شديدة عليه والموقف صعب. ما أقدرش أوصف لحضرتك حالته النفسية، أنا خايف لينهار يا فندم. المهم نقابله ونطمنه، وعايز أعرف فين نورة والولد. قدامك 24 ساعة تقلبوا البلد كلها لحد ما تعرفوا هما فين. أمرك يا فندم. ممكن يا صلاح أشترك معاكم؟ بالصفة الرسمية أنت عارف إنه ده صعب، لكن بصفة أخوية يلا بينا. لوسي لوسي لوسي. الله، هي راحت فين؟ سافرت قبرص النهارده الصبح مع فوق سياحي. تجي امتى؟ لا والله ما عنديش فكره. اي خدمه؟ شكرا،